النهارده اليوم العالمي لتقدير الزوجه، تحب توجه كلمه لمراتك؟ بوجه كلمه لزوجتي ان طبعا انا لو لفيت الدنيا دي كلها مش هقدر ان انا يعني الاقي واحده زيها، لانها ما شاء الله ملتزمه ومقدره وعايشه الظروف معايا كويس جدا وشايله المسؤوليه معايا كويس جدا، وهي انسانه محترمه ومتدينه وملتزمه، وربنا يقدرني واقدر اسعدها ان شاء الله ايه طول ما احنا ايه عايشين وفي حياته كلها. والله خلي بالك من رقائها وخلي بالك من نفسك لله. اكيد طبعا احب اقول لها يعني بجد انا ما شفت زيها في الدنيا، وان ربنا يخليها ليا، وان مهما لفيت الدنيا دي كلها عمري ما الاقي حد زيها بيستحمل وظهره وسند ليا. والله مراتي جاي اعالجها هنا في مصر، هذا اكبر شكر لها يعني، الحمد لله رب العالمين. اوجه كلمه ليها بقول لها انت تشكري، انت كبرت في نظرك، انت قدرتي يعني عملتي الواجب اللي عليكي، وقدرت يعني نتحد انا وانت احنا الاثنين عشان خاطر يعني نجوز اولادنا ونطمن عليهم، والحمد لله الفضل الاول ليكي قبل ما يكون لي انا، وربنا يقدم لك الخير ويطول لنا في عمرك ويخليكي ويبارك فيكي وكل حاجه حلوه فيكي. احب اشكرها ان هي اكيد بتستحملني، اكيد يعني هي بتبقى احسن انسانه في الدنيا ده طبعا بعد الاهل. وبصي هو بصراحه ما فيش كلام يتوصف في الزوجه، ان الزوجه اكيد بتستحمل حاجات كتيره وطبيعي يعني الواحد انا بصراحه مش عارف اتكلم عنها، بس هو انا اللي اقدر اوصفه ان هي احسن انسانه في الدنيا بعد الاهل. هي شريكة حياتي وكل زوجة النص التاني طبعا، وهي عليها عيب كبير في البيت تربية الأولاد وتحمل مسؤولية البيت، وبقولها كل سنة طيبة وكل زوجة طيبة وكل أم برضه طيبة، الزوجة السابقة دي أهم حاجة. قولها أحبك بس. كل سنة وكل أم طيبة وكل زوجة كويسة ومخلية بالها من بيتها ومن أسرتها، وخلي بالها من ضغوط الحياة اللي بتأثر عليها وعلى زوجها، ويا رب يبقى في تفاهم ما بين الأزواج عشان الحياة تستمر، عشان نسبة الطلاق بقت اوفر وعالية جدا. وكل سنة وكل الشعب المصري طيب وانتوا طيبين.